هل سبق لك وشفت مثل هذه الحالة مثلا في قطط الشارع؟ هذه الصور لحالات الكليسي فيروس في القطط. اليوم راح نتكلم عن الكليسي فيروس، هو مرض يصيب القطط. فضلا وليس امرا، لا تنسى انك تضغط على اللايك، ابي اشوف ايش قد عدد الناس المهتمه بالمواضيع الطبيه وتربيه الحيوانات الاليفه. اتمنى انك تشارك اصدقائك وخاصه مربين القطط هذا الفيديو. هو احد الامراض الفيروسيه الثلاث التي يتم الوقايه منها بالتطعيمات الاساسيه. كليسي فيروس في القطط احد مسببات مشاكل الجهاز التنفسي العلوي. يسبب مرض قاتل ومعدي ويسبب معاناة شديدة للقطط، لدرجة ممكن تقرر تعطيها الموت الرحيم رحمة بحالها. كليسي فيروس يصيب القطط ولا ينتقل للبشر أو الكلاب. ينتشر بشكل كبير في الأماكن اللي يكثر فيها عدد القطط مثل الملاجئ أو مرافق التكاثر، لكن هذا ما يعني أنه لا يمكن أن ينتشر بسهولة بين قطط المنازل. القطط الصغيرة المسنة وضعيفة المناعة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. يمكن أن تصاب القطط بالفيروس في أي عمر إذا لم يتم تطعيمها. أسباب الإصابة بالكليسي فيروس في القطط: التعرض المباشر لإفرازات الأنف، الفم، العينين من القطط المصابة. أو بشكل غير مباشر عن طريق ملامسة أوعية الطعام، الماء أو سطح ملوث بالإفرازات. العطس يمكن أن ينتقل عبر الرذاذ، ينتقل من القطط الأمهات المصابات لصغارهم حديثين الولادة، وتظهر عادة علامات المرض بعد يومين إلى 6 أيام من التعرض للفيروس. أعراض الكليسي فيروس: هناك سلالات متعددة من فيروس FCV، بعضها أقل خطورة. تتركز أعراضه في الأنف والحلق والفم واللوستين، لكن السلالات الأكثر عدوانية تغزو الرئتين والمفاصل والكلى. تصاب بعض القطط بالعدوى ولا تظهر عليها أي أعراض بسبب قوة مناعتها وتطعيماتها أو ضعف سلالة الفيروس. أما الأعراض الظاهرة فيمكن تتراوح من خفيفة إلى شديدة، قد تؤدي إلى الوفاة. العلامات الأكثر شيوعاً هي العطس وسيلان الأنفي، تقرح في سطح الأنف، التهاب العين مع وجود إفرازات، تقرحات في الفم مع سيلان اللعاب، الحمى، الخمول، الجفاف، ضعف الشهية. العلامات في حالات الأكثر خطورة: التهاب رئوي مع سعال أو صعوبة في التنفس. التهاب المفاصل، تورم في الوجه، الساقين، الجروح الجلدية، نزيف الأنف، براز دموي. التشخيص والعلاج: يتم تشخيص المرض
عبر مجموعة من الفحوصات. فترة العلاج راح تكون في الحجر الصحي البيطري. راح يضع الطبيب البيطري خطة علاجية لمحاولة تخفيف الأعراض. أيضاً الطبيب سيضع خطة غذائية خاصة في حالات القطط اللي مو قادرة تأكل بسبب شدة التقرحات الفموية. تتعافى معظم القطط في الحالات اللي قابلة للعلاج من المرض خلال 7 إلى 10 أيام. مرحلة ما بعد العلاج، بعض القطط تتعافى تماماً ويختفي الفيروس من جسمها، وبعضها يمكن أن تصبح حاملة للفيروس وتنشر الفيروس عبر إفرازات الفم والأنف لفترة طويلة قبل أن يزول منها. باقي القطط قد تصبح ناقلة مزمنة وتصاب بالتهاب في الفم واللثة بشكل متكرر، وتكون معرضة لنمو زوائد في الأنف والفم والأذن عندما تقل مناعتها. لذلك فالمتابعة مع الطبيب البيطري بتكون مهمة لرفع مناعتها عن طريق التغذية والمكملات الغذائية. كذلك ستضطر لعزل القطط التي تصبح ناقلة مزمنة للمرض عن باقي القطط. الوقاية من انتشار الكليسي فيروس، التطعيم، اللقاح الثلاثي يعطى في عمر 8 أسابيع تقريبا، وله جرعة منشطة بعد شهر. من الممكن إصابة القطط المطعمة بالفيروس، لكن ما راح تظهر عليها علامات أو تظهر علامات خفيفة. إذا كان عندك قطط كثيرة انقلهم لمكان واسع يستوعب العدد اللي عندك، وفر لهم عدد مناسب من نوعية الطعام والماء وصندوق قضاء حاجتهم، ونظف وعقم الأرضيات والأواني وصناديق الفضلات وتبديل الرمل بشكل دوري. في النهاية دائما نقول الوقاية خير من العلاج. أنت قبلت أنك تتحمل مسؤولية تربية الحيوانات الأليفة، فكون قد المسؤولية ولا تهمل التطعيمات الأساسية. الحين صار عندك فكرة مبسطة عن الكليسي فيروس في القطط، إيش قد هذا المرض يسبب رعب وخوف وكابوس لمربين الحيوانات ويهدد حياة القطط المسكينة.